اوكي نبدأ المرسم الثانية. زين، عندك disease define مالته هو structure or functional change in the body harmful to organism، يعني شنو هو التغيير او هو ايه هو التغيير اللي يصير بالوظيفة وبالبناء مالته يكون خطر على الجسم او على الكائن الحي. زين عندك هنا ال abnormal alternation of structure or functional in the cell بعياته cell organ tissue. زين عندك الكاز، الكاز مالتك لو genetic factor لو environment factor، لو يكون جيني لو يكون بيئي. زين هنا وين بدأ؟ بدأ بال environment. عندك الفيزيكال، الفيزيكال مثل physical عندك radiation اللي هو الإشعاع، عندك extremely temperature يعني له حرارة عالية له حرارة ناصية، عندك الإلكترونات. زين قوة الإلكترون يعني الإلكترون من ينتقل من مركب المركب مثلا بالممبرين بالغشاء مال الخلية شلون ينتقل الإلكترون وهكذا. عندك الكيميكال، الكيميكال ايجنت اللي هو such a drug. زين عندك السيانيد وعندك سترونج اسيد وعندك باراسيتامول اي تشي شي. زين وين نروح افق من الكيميكال والفيزيكال؟ عندك النوتريشن تغذيه، عندك ديفيشينسي يعني نقص بالتغذيه، لو بور اوبزرفيشن نقص بالامتصاص، لو حديد قليل عنده، لو نقل مال الغذاء ما دي يوصل. زين عندك الميكروبيال، اما لو فيروس لو بكتيريا لو فانجاي. زين عندك الاميونيك immunological factor، ها منو سوالف منو هذا؟ هذا سوالف كوتشر. عندك هايبر سنسيتيف الحساسية increase، لا يا يعني increase. عندك immune response harmless بول example، عندك الاساثيما اللي هو الربو. شي يصير بالربو؟ مو تنسد شي يسموه، هي عبارة عن حساسية مفرطة هايبر سنسيتيف، تنسد الشي يسموه الأوعية مال الرئة فذلك ما يفوت بيها المسار مال الهواء فنتيجة حساسية معينة. عندك الإميون ديفيشنسي اللي هي شنو؟ نقص المناعة، نقص المناعة أول ما يجيك نقص المناعة الإيدز. زين عندك الأوتو إميون هو شنو؟ جسم يقوم حارب نفسه يعني هو انت تساعدني انت تحميني تخدمني تقوم انت تقضى علي بقى، فانت لازم تتوقع الضربات من اقرب الاصدقاء. زين عندك سيلف انتي جين ابنورمال اتاكي ذا اميون سيستم اكزامبل تايب 1 دايابيتيك. زين السكري هو يعتبر نوع من التدمير الذاتي للجسم. زين عندك الايجينج اللي هو العمر بقى سيجلر ايجينج lead to impaired ability. زين يعني شنو؟ يعني بعد الخلية بعد ما عادها قابلية انه تصلح روحها، بعد ها هي تعبت كبرت بالعمر بعد الجسم مالتها ما يصلح بساعة. زين عندك الجينيتك فاكتور، عندك الانيميا، عندنا السيل انجري. عندك اول نقطة all disease are caused by cell injury. زين كل الامراض سببها منو؟ اصابة الخلية. زين depend هنا depend on شنو؟ on severity of exposure يعني يعتمد على مدى الضرر. زين هسه مثلا عندك ثلاث حالات severe يعني ثلاث سيفيرات للسيل انجري. عندك الادابتيف هاي اول وحدة شوفه ادابتيف، عندك منو ريفرسيبل هاي ثاني وحده. ريفرسيبل عن شنو؟ قابل انه ترجع يعني شلون اقول لك قابل ترجع للحياه. الادابتيف ما يعتبر مرض، يعتبر فد نوع من القلق او الستريس حدث بهذا العضو وبالاخير رجع لحالته الطبيعيه، هذا الادابتيف. بس الريفرسيبل لا، يعني شلون اقول لك اكو في الضرر اكو في الضربه مثلا مثلا اي اي دي تشوفه مشخوطه ومشتعل ابوها وهذا الجرح، بعد هذا الجرح قابل للرجوع
اوكي هذا شيء يعتبر ريفرسبل. زين عندك الان ريفرسبل، شنو هذا؟ هذا الى نوعين اللي هي بعد هاي داي يعني بعد ما بيه قابل انه ارجع. اكو نوعين الى، عندك نيكروسيس عندك ادابتوسيس، هذا بعدين نشرحها واحده واحده. تايب اوف ادابتوشن، زين اللي هو التكيف. عندك هايبرتروفي اللي هو شنو؟ انكريز بليد ذا انكريز سايز اوف اورجن، شنو هذا؟ العضلات زاد حجمها او ايا كان عضو زاد حجمه. زين على سبيل المثال عندك الاكسرسايز اللي هي التمارين الرياضية، يعني واحد يلعب حديد بين قوسين. زين عندك هايبر بلاسما، شنو انكريز اوف نمبر، بعد ذاك كان شنو انكريز اوف سايز، هذا انكريز اوف نمبر. شنو الفرق؟ هذا بالعدد، الجوة بالعدد والفوق بالحجم. زين هذا زيادة بالعدد شو يؤدي؟ يؤدي الى زيادة بالعضو. ليش؟ لان صار عدد الخلايا هواية فصار نوع من الازدحام. زين هذا امثال مثل شنو؟ عندك البريست ديورينج شو يسموه بريجنسي، بحالة الحمل راح يكبر الصدر، انلارجمنت اوف ذا بريست. زين نزل جوا عندك الاتروفي، الاتروفي شنو هذا؟ decrease in the size of the cell، يقل حجم الخلية. وين موجود؟ بالزهايمر. زين فواحد هسه تشوف هذا صماغ كبير هذا صماغ صغير، شنو السبب؟ صار بيه اتروفي. الاتروفي يعني صماغ صغير، يعني بين قوسين زهايمر. عندنا النوع الثاني اللي هو الريفرسبل، قابل للعودة. زين عندنا نوعين ريفرسبل، عندك فاتي تشينج وعندك استيمولييت بيجمنت. نيجي هنا على الفاتي تشينج، استيمولييت اوف فات، انتهى الفيلم، انت تتخزن دهن اب نورمال استيمولييت اوف فات. زين المواقع يا بدي يصير بالكبد، انت تتخزن دهن بالكبد وبالقلب وبالكليه. زين اوكي اوكي انتهى الامر. زين الكازات، عندك الكازات، عندك واحد يشرب كحول الكوليزم، عندك واحد عنده سكري، وعندك واحد هاي ما اعرفه، عندك واحد هذا عنده بويزين تسمم. زين هاي الاسباب تؤدي الى الفاتي تشينج. عندك الناس تومليت اوف بيجمنت، با حبيبي انت عندك اكسو وعندك اندو جينيسيس، يعني شنو؟ عندك لو داخلي لو صبغ داخلي لو صبغ خارجي. زين الاندو داخلي الاكسو خارجي، هاي وحده. الاندو عندك ميلانين بيلوروبين وهيموسيدرين، اوكي هذا الجواد لا تحفظه ما اعرف اني ما اعرفه. عندك الاكسو جينوسيس، عندك الكربون بين قوسين التاتو. انت هنا راح تقول حسين كربون هذا مو تاتو، الكربون يعتبر جزء من اجزاء التاتو. فالاكسو الخارجي يصير بكربون، اما هذا الاندو بثلاث انواع الهيموسيدرين والبلوروبين وال شنو كان اسمه الميلانين. زين فيصير استيمولايشن داخل الخليه من ورا هذول. زين عندك اول واحد الميلانين، هو انكريز اوف ميلانين بيجمنت كاز اوف شنو؟ سان تينينج اون سنتري ديزيز، شنو اسم هذا الديزيز؟ اسمه البينوسيم وفايتولوجو، والله ما اعرفهم بس انت لازم تحفظهم، يعني هذول راح يجون بين قوسين. زين زين عندنا البلوروبين، البلوروبين هو الصبغه الصفراء اليلوش بيجمنت. زين شنو نتيجته؟ شنو تعريف اذا جاني؟ اقول ديجريديد اوف هيموغلوبين. زين حلو. هذا يصير بالأغشية المخاطية وبالش يسمون internal organ، يعني بالأعضاء الداخلية. شو نسمي هذا؟ نسميه جاندياس، هذا الصبار. عندك الهيمو سيدرين، هيمو يعني دم، سيدرين يعني حديث. عندك iron contain pigment، iron contain pigment يعني حديد متكون من صبغة. شو نسمي هذا؟ derived from ferritin. زين هذا الفورتينين يبين عبالك جولدن براون، هيجي فد اصفر على ذهبي، بني على ذهبي هيجي ما يقارب هذا الشيء.
زين. الستين الصبغ مالته، الصبغ مالته يا لون بلو كلار، لونه ازرق حلو. الاماكن عندك راح يصير بون مارو، بالليفر وبالسبلين وبالايرون، ايرون ستورد. زين هنا الميكانيزم، هنا شلون يسموه الخطوات او بروسيس مالته. عندك اول شيء الميكانيزم مال ريفرسيبل، شو يسمي ريسبون تو انجري، تو شنو تو ذا سيل ويل بي باك تو روتيشن فانكشن. يعني شنو؟ يعني الخليه هي اصابه بس الخليه راح ترجع للحاله الطبيعيه، يعني بين قوسين. حلو. عندك الاسكيميا، حلو. البروسيس مالته بالبدايه يصير بك اسكيميا، يعني ديكريز مال بلاد فلو، بعدين يصير هايبوكسيميا، يقل الاكسجين. زين راح تقول لي حسين الدم مو باكسجين؟ اقول له اي، هذا الشيء يؤدي لو ان الاي تي بي مالته قل، لان انت الاكسجين هو اللي يجيب لك الاي تي بي. زين راح يصير لك جوف اكسجين ان شنو نوتريشن، ما راح يجيك لا غذاء ولا راح يجيك اكل ولا راح يجيك اكسجين. زين انت ما دي يجيك اكسجين، ايش راح يصير؟ هذا الاكسجين احنا نحتاجه لشنو؟ للريسبيتوري والجلوكولايسيس. زين شنو الوظائف اللي تصير بهاي العمليه؟ الوظائف راح نقصها وما راح، او شلون اقول لك راح نعتازها. عندك ممبرين ترانسبورت، النقل مال المواد الغذائيه، بعد ماكو. عندك سينثيسيس بروتين، بعد انسى، بعد ما راح ينصنع عندك بروتين. هنا شي يسموه طيب راح ينقهر، ماكو بروتين راح ينصنع. عندك الليبيد سينثيسيس، يعني شنو؟ يعني بعد ما راح يتكون عندك في الدهون. زين عندك الاعراض مال هايبوكسيميا هذول، عندك ريدوس اي تي بي، عندك انكريز جلوكولايسيس، عندك انكريز لاكتين اسيدوسيس، عندك ديكريز بي اتش، ديمج اوف بلازما. بين قوسين اخذ ثلاثة وهاي تيلا. زين راح تقول لي شنو هذا؟ راح تقول لي اقول لك هذا اي تي بي. اوكي عندك مصدرين الاي تي بي، هاي النكروسس مالتي شوفها. زين عندك الاي تي بي عندك تو سورس، عندك ايروبيك وان ايروبيك. الايروبيك يصير شنو؟ ريكوايرد اوكسجين، يحتاج الى اوكسجين بس. وين صار الاكسجين؟ بالميتوكوندريا. زين عندك الان ايروبيك جلوكولايستيك، هو سبلاي اوف اي تي بي، يعني شلون يسموه؟ هذا لا هوائي ما يحتاج اكسجين بس راح يكون لك اي تي بي، انتهى الامر. بس يعني بالمواد الداخلية راح يقعد يكون لك الاي تي بي. حلو. وين نروح؟ نروح على هذا الان ريفرسبل، غير قابل للعودة. شنو تعريفه لهذا؟ The cell reach the maximal limit of ability to adaptive or recovery even after removing the injurious agent. Cell not retained to normal structure and function. يعني بين قوسين دي يقول لك يابان وصلت الى اعلى مراحل التحمل والتكيف، اني بعد ما راح اقدر اتحمل ابقى هنا، اني بعد ما راح ارجع ادي وظائفي، اني راح افارق الحياة بين قوسين. زين عوفك من الدراما. عندك شنو؟ عندك تو سنتينال فينامينا، ذا بوينت اوف نو ريتيرن، النقطة الغير قابلة للعودة. شنو هي النقاط الغير قابلة للعودة للخلية؟ عندك نقطتين، عندك inability of the cell reverse the mitochondria diffraction on the reoxygenation. يعني شنو؟ يعني الخلية ما راح تقدر تتنفس الأكسجين، انت خلية ما تتنفس أكسجين يعني شنو؟ راح تموت، انت اخنق روحك من الأكسجين راح تموت. فهي نفس الشيء. عندك شنو؟ disruption in disturbance in cell membrane function in general and plasma in particle. plasma membrane particle. عندك ال cell membrane تعطل وظافة،
وعندك شنو البلازما مبرين جزء يتعطل، فهذا يؤدي الى الموت او النقطة العودة. زين، يقول لك بعض العوامل اللي تحدث الى، يقول لك بالبداية ريديوس اي تي بي، يقل الاي تي بي. زين، بعدين ريديوس منو بروتين، اوكي، بعدين ريديوس بي اتش، بعدين لاكج اوف لايسوس، كلها مشاكل مال لايسو انزيم. حلو، انتهى. ها، عندك شنو النيكلوس شاي يصير بها؟ راح يصير بها دامج وبايندد ريبير، يعني ما راح تصلح. زين، عندك البايو كيميكال تشينج، هذولا خمسة احفظ منهم ثلاثة، يعني باي